إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها. إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة، وللانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات. وحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة، إن عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، فلتكتبوا لأنفسكم تاريخاً جديداً من المجد تعلون به إلى المكانة الرفيعة التي تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا في تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح جميعاً إليه، مخلصين النية لله والوطن والشعب.